يا فضيلة الشيخ، ليا بنت وجوزها بيشرب، وأول مرة حلف عليها يمين طلاق قال لها لو نزلتي تبقي طالق، ومرة تانية برضو قال لها ونزلت ولا ما نزلتش؟ لا نزلت. نزلت. وهو لما حلف عليها كده كان في وعيه ولا؟ لا ما كانش في وعيه، كان شارب. هو بيشرب ايه؟ ما اعرفش والله، هي بتقولي كان شارب، بيشرب حاجات اللي هي بتوع الادمان دي. وتاني مرة كانوا بيتخانقوا مع بعض وبرده كان شارب، وكانوا قاعدين خاله وناس ومش عارفة ايه وبيصالحوا بينهم، قال لها انت يا فلانة انت طالق. تمام. والمرة الثالثة قال لها بتاع دوت لو لا، قالت له لقى مامته دخل عليها قال لها انت مامتي، انت قلتي لمامتي انت طالق. انا عايزة بس اسأل حضرتك سؤال. فضل. سؤالين. اتفضلي. اول مرة لما حلف عليها ونزلت ردها؟ لا دي ما ردهاش. امال عايشة معاه ازاي تاني؟ ما عرفش بقى اللي دي ما ردهاش، هو ما ردهاش اللي هي مرة واحدة اللي كان حاضر فيها خيله. هي بنت حضرتك صح؟ اه. هي عندها منه اولاد؟ اه معاها ولد وبنت. طيب. طب حابب تستفسر على اي حاجه فضلت شيخ منها؟ جوزيتي الجنه شكرا. طيب تابعينا حضرتك. ولا شيء، هو يعني انا عايز اقول لكل ولي امر دائما ده السؤال المتكرر عندي واللي بيزعل الناس مني، لما يجيني عريس لاختي او لبنتي اقول له انت بتصلي؟ لا ما بصليش، بشرب سجارتين. ماشي تمام، ربنا يهدي. بكره هيتغير. مش موظف؟ لكن مش موظف ولا مش ما عندوش شغل؟ لا عندوش فلوس. ما ينفعش. ما عندوش فلوس. وكأن الهادي مش هو الرزاق. وسيدنا النبي قال لنا عبارة جميلة قوي، من زوج ابنته لقاطع صلاة أو لتارك صلاة فقد قطع رحمه. فهو اختيارها من البداية. قصة الطلاق. وانا بس كنت عايزة اسألها سؤال وبعدين قلت ملوش لازمة ان انا ده، كنت عايزة اقولها وانتوا لسه عايزينها تعيش معاه تاني؟ لا يعني ما هو هتعيش. هي هتعيش بفتوايا بغير فتوايا هتعيش، لان البيت من البدايه خرب. ايوه بس ما هو برضه في جزئيه ثانيه. ما هو ماشي، ما انا عارفه والله العظيم، بس يعني حلف عليها طلاق لو نزلت خارب. فنزلت ورجعت هي كده عايشه معاه ايه؟ يا ستي خرب. يا ستي اسيب لك الحلقه وامشي. لا يا عم تسيب لي الحلقه وامشي. انا فين؟ انت بتجاوبي بنفسك على نفسك. خرب. ما هو انا ما اقدرش انا اقول الكلام ده، انا عايزه حضرتك. لا انا هقوله. المرتب بتاعي من عندكم لو نزل، لو نقص جنيه هحاسبكم كلكم، هوقفكم قدامي هنا في الاستوديو واقول لكم تعالوا. راح فين وخصمتوه ليه؟ لكن ديني مع ربنا مش مشكله بقى. ما هو دي، شوفي بيقول لي بتتكلمي في يمين ثالث، والاولاني احنا ما عرفناش مصيره. ما هي دي مصيبه. شفت الكارثه؟ فعشان كده يا امي انت اصلا ما يتسمعش منك يمين الطلاق. يمين الطلاق يتسمع من الاخ الزوج الكريم لما يفوق ياخد زوجته ويطلع بيها على دار الافتاء المصريه. هناك يقعد ويستمع ويعرفوا هم عايشين ايه لحسن ده كده. اللجنه الثلاثيه هي اللي تستمع لهم عشان تشوف القصه دي. وبرضه كان عايز اقول لعموم الناس، في ناس عشان تبقى عارفه دي مؤخرا عرفتها يعني من واقع الحياه، لما يعوز يضرب مراته وطلقها يروح يشرب عشان يقول لك طلاق السكران مش واقع. لا ده راي ضعيف اللي قال ان طلاق السكران مش واقع او طلاق المغيب عقله. هو بيقول عنه لما يبقى عصبي وشدت عصبيته. لا يا فندم ما فيش الكلام ده كله، مش في الدين خالص، لانه غيب عقله بنفسه. مش مريض. اجاده. شفتي؟ ما هو السكر ولا ضغط ولا تعب ولا اي شيء. واصله لك. وان شاء الله الحلقه الجايه هقول لك لو تفتكري الراجل اللي زعل مني لما قلت له الطلاق ومش الطلاق، هقول لك على الاصرار في قناطر. لا والله العظيم ده كان رد. والله لا، بس هقول لك على حاجه. هقول لك على حاجه والله من فضل الله، اللهم لك الحمد، احمد الله على امرين، امر اللي هو اليمين ده وحلقه جهنم. لان الناس ردودها ورسائلها تقول لي اما بطلنا ايمان الطلاق، والتاني بدأنا نفكر نعمل ايه. بدأنا نفكر هنقول لربنا ايه. طب شفت بقى احنا بنعمل ايه؟ تقولي هسيب لك الحلقه وامشي، عايز تسيبني وتمشي. ينفع برضه يا فضيله الشيخ؟ ده انا بستنى من الجمعه للجمعه. الله يحفظك ويرفع قدرك ويعلي منزلتك يا رب، ويحفظ عليك اولادك يا رب.